كانوا قالوا ان حضرتك يعني طلبت في اجتماع مجلس اداره الاخير الكابتن جمال غندور عشان تناقشوا على موضوع التحكيم واعتراض الانديه، هل حضرتك بالفعل قعدت معاه ولا اصلا ما كانش فيه يعني طلب؟ لا هو قعدنا، وهم كمان لجنه الحكام امبارح سلموني مذكرتين على اللي بيحصل طبعا في التحكيم، ويمكن هيتعرضوا في مجلس الاداره اللي جاي ولازم يتم فيه قرار. ويمكن احنا من ضمن الحاجات اللي احنا طلبنا تعديلها في لائحه النظام الاساسي وهي عناصر اللعبه، لان لازم عناصر اللعبه تبقى شامله كله، شامله كل ما له علاقه بكره القدم، سواء نادي سواء رئيس نادي سواء عضو مجلس اداره نادي سواء مدرب سواء اداري سواء لاعب، لازم يبقى مفهوم كلمه عناصر اللعبه تبقى موجوده في المسمى في لائحه النظام الاساسي. بس برضه استاذ جمال يعني دي من ضمن الحاجات اللي المفروض تتعدل في اللائحه اللي جايه، اللي احنا طلبنا فيها تعديل لاعضاء مجلس الجمعيه العموميه عشان يبقى هم يعدلوا فيها القرارات دي، ودي مش احنا مش بنالفها، دي موجوده في الفيفا بس ما كانتش موجوده في اللائحه بالصوره طبعا الواضحه. بس هي برضه استاذ جمال يعني بقت محتاجه وقفه من الجزئين، يعني احنا بقى لنا 3 سنين الحكام وحقوق الحكام مظبوط، بس برضه على النقيض احنا طبعا ما حدش يسمح بالخروج عن النص في الحديث مع اي حكم ولا في الاجراءات ولا في الطريقه ولا الاسلوب، ده كله كلام مظبوط، ولكن برضه لازم واقفه شويه مع الحكام واخطاء الحكام، يعني لازم يبقى في الحكام لازم تتكلم مع نفسها شويه، وكابتن جمال غندور لازم يتكلم مع الحكام شويه، لان الحقيقه اخطاء بتضيع مجهود فرق ومجهود يعني ناس بالكامل خلال السنه، بقت الامور صعبه شويه. كابتن سيف الكلام اللي انت بتقوله ده مظبوط، واحنا قلنا برضه الاخطاء البشريه موجوده مش عند الحكام المصريين فقط، في الحكام الدوليين يمكن طبعا في مباريات انت بتشوفها بتخسرها بطولات كبيره جدا مقابل الحكم، يعني مش مباراه مش لاجل مباراه او عشان مباراه واحده، لكن ده مش تبرير ليهم هم على انهم يعملوا الاخطاء. المفروض ان الحكم لازم يبقى يقظ وعارف ايه الخطا فين وعارف وقفته فين وعارف كل حاجه فين وعارف ازاي ياخد القرار ويبقى جريء في القرار. وفي نفس الوقت احنا بنقول لهم حتى لو حصل فيه هجوم لازم يبقى الحكم في الساحه برضه قوي ويؤدي دوره لغايه اخر لحظه. لكن الهجوم اللي بيحصل على الحكام يعني انا بستغرب، يعني لما يجي حكم نادي يطلب حكم اجنبي والحكم الاجنبي ممكن بيجي على النادي مثلا اللي هو طالب الحكم الاجنبي، ما حدش بينزل يشتم الحكم ولا يتكلم على الحكم ولا يعني مش ثقافه موجوده مش لازم تتغير عندنا، الحكم حكم صح. لازم يؤدي دوره حتى لو اخطا. ما ينفعش ان احنا نقعد نزعق فيه، وما ينفعش ان احنا نوصله لمرحله ان هو يتكلم معانا ويتكلم معاه ويبقى في نقاش وفي شتيمه، وبعد كده برضه في الاستديوهات التحليليه اللي يطلع ويشتم على الحكام، الكلام ده كله المفروض مش موجود، يعني الحكام الاجانب عمرنا ما سمعنا ان في واحد طلع في القناه الفضائيه قال لك الحكم الاجنبي عمل كذا وكذا 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 وشتمه، في المباريات الافريقيه ما حدش بيقدر يتكلم. يعني اشمعنى الحكم بتاعنا احنا اللي احنا بنهينه بنفسنا؟ وحكمنا بيطلع بره وما بيتهنش، حكمنا بيطلع بره بيحترموه وبيديله دوره، واحنا حكامنا كويسين مش وحشين جدا يعني للدرجه دي. لا 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 حكامنا كويسين ممكن. بس عايزه وقف التركيز شويه، يعني عايزه شغل شويه مع الكابتن جمال برضه، يعني عايزه شغل من الطرفين، لا حد يتجاوز في حقك وانت برضه تركز. اكيد اكيد ده طبعا ده كلام مظبوط وكلام محترم واكيد متوجهين ليهم كده، وانا عارف الكابتن جمال غندور ما بيستناش على الموضوعات دي كلها، حتى لو حس في عقوبه بيوقعها على اي حكم ما بيرضاش يقول لك انا وقعت عليه حكم العقوبه ايه، لكن احنا عارفين ان هو بيتخذ مواقف في صالح برضو الحكم مش في صالح كمان الاتحاد بس، لا في صالح الحكم عشان يوصل له مرحله ان انت اخطات لازم تقف مع نفسك وتعرف ان في خطا فين،